وانا صغير كان عمي الفقيه المرحوم محمد مادي يورينا في مخطوطات من نسخ وتأليف جدنا الأول عيسى مادي الله يرحمه، اللي تخرج من الأزهر سنة 1906 وولى لليبيا. يعني جدي هو هذا، في مربوطه كان ربما ينسخ أو يقرأ بعض المخطوطات. هذه نموذج من المخطوطات وخطه الجميل اللي كان يستعمل فيه حتى في الألوان وإلى آخره. لكن اللي يثير الانتباه هي القصيمة هذه، يقول فيها: هذا الكتاب نسخه الفقيه عيسى بن علي بن مادي الشجروني اليفرني إلى آخره، إلى محمد بن علي بن سليمان بن علي بن سليمان بن مانا إلى آخره. بعدين يقول: وتمن النسخ كان 8 فرنكات، واشتريت الكاغط بزوز فرنكات، وذلك في شهر شعبان 1323 عفوا. المهم هذا هو الشاهد. جدي هذا كان سافر من مدينة يفرن في أقصى غرب ليبيا إلى الأزهر، وزار كل ليبيا تقريبا برا، وصل للقاهرة واستغل واستقر واشتغل بها إلى آخره، وزار كل مدن شرق زي ما قلنا. لكن هذا مش مجال الموضوع متاعنا. المهم لما كنت صغير ما كنتش مستوعب أهمية العمل اللي داروه جدودنا في نسخ المخطوطات باش توصلنا زي ما وصلتنا اليوم، وإلا ضاعت زي ما ضاعت حاجات هلبة عبر التاريخ. أهلين ومرحبتين بكم في الحلقة، هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. في الحلقة الجديدة هذه حنتكلم عن تاريخ المكتبات العامة والخاصة في ليبيا، وتاريخ الكتب والمخطوط والخطوط وإلى آخره في ليبيا عموما. تاريخ المكتبات في ليبيا قديم قدم ليبيا نفسها، لكن مش حنولوا هلبة في التاريخ، وحنبدأ وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت اللي تكلمت فيها على الصحافة في ليبيا، أني بنولي نتكلم عن المكتبات العامة، وخصصت الحديث عن مكتبة الأوقاف وتوها حنتكلم عليها بتوسع. المكتبة طبعا بالمفهوم العصري، يعني هي الأقدم اللي استمرت ووصل لنا أخبارها، هي مكتبة الأوقاف في طرابلس، وحنتكلم على مكتبة الأوقاف في بنغازي. مكتبة الأوقاف في طرابلس تأسست سنة 1889 بأمر من والي طرابلس في هذاك الوقت نامق باشا، والواقع تم افتتاحها بالضبط يوم 16 نوفمبر اللي هي 1898، وهذا مفروض يكون يوم المكتبات في ليبيا. المهم بدي مقرها في مكتبة اللي هي متاع مدرسة مصطفى الكاتب في باب بحر، لكن للأسف ولت مهجورة مع نهاية العهد العثماني الثاني. وطبعا بمساعي الخيرين واللي ما تخلاش منهم بلادنا من أبناء ليبيا، تم نقلها لعمارة الأوقاف اللي كانت في ميدان الشهداء سنة 1939، واستمرت غادي حتى سنة 1978. يعني من 39 ل 78 قعدت وين؟ قعدت في مبنى الأوقاف في ميدان الشهداء. بعدين تنقلت ثالث مرة إلى مبنى باب البحر اللي يفتح لشارع عمر مختار، وبعدين كان آخر تنقل لها كان سنة 1984 وضمها لمكتبة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية واللي بنجوه في وقته، وهذا طبعا من المراكز المهمة في ليبيا. به أساس المكتبة زي ما قلت كان مكتبة الخوجة أو الكاتب أو مكتبة الكاتب زي ما كانت معروفة، اللي هو مصطفى خوجة بن قاسم بن عبد الله القرشي النسب الطرابلسي الدار الحنفي المذهب الأشعري العقيدة. هيك هو طبعا عرف بروحها في واحدة من المخطوطات المنسوبة له. والأحناف طبعا كانوا عددهم كبير في ليبيا، المذهب الحنفي لا بأس به في ليبيا، بيكون العثمانيين أنفسهم كانوا أحناف. واليوم المذهب طبعا الحنفي اختفى كلية في ليبيا، ونعدكم حنولي نتكلم على كل ما مر بليبيا من مذاهب وتاريخها وشكون أبرز الناس اللي فيها.
وحتى المذاهب النصرانية، لأن شعبنا الليبيين وخصوصا الأمازيغ في المنطقة الغربية كانوا على النصرانية قبل أن يكونوا مسلمين، وهذا بشهادة مؤرخ المسلمين الأوائل. حنتكلم حتى على المذاهب اللي مرت عليها النصرانية لآخره، وكذلك المذاهب اللي كان عليها اليهود الليبيين والآخر. المهم الخوجة خلينا نقول له كان كاتب عند علي باشا القراماني، ونعرفه وزي ما بنجوله كان مهتم بالعلم والعلماء بإقليم طرابلس علي باشا القراماني. وفي عهده صار نوع من الاستقرار النسبي في طرابلس المدينة، والقرامليين بالرغم من قساوتهم لكنهم اهتموا بليبيا لمدة 120 سنة. وهذا علي باشا كان والد يوسف باشا الشهير، وهذا طبعا يبي حلقة بروحها. المهم مصطفى خوجة هذا كان كاتب عند علي باشا، و يعني الحقيقة دار من المال الحر متاعه هو خوجة هذا مكتبة هذه اللي كان فيها نوادر الكتب، ولو بعضها طبعا ضاع للأسف مع الوقت، ونلقوا مخطوطين مهمتين ليه مش غير مهمتين، يا أخي الوحيدات في العالم كانوا في مكتبته هو، واللي بعد ما ضاعت وانخنبت من مكتبته يعني نلقوها خرجت فجأة في واحدة في أمريكا والتانية في فرنسا. على أي حال هذا مش موضوعنا، وهذا حنقوله لوين لما نتكلم على المخطوطات اللي بيها حول العالم. الوحدة طبعا واحدة منهم كانت عن البشوات العثمانيين في مصر، والتانية تهتم عن تاريخ أغدامس، وهو انسخ الكتاب هذا أو اللي هو لأحد الأعيان متاع مدينة أغدامس عن تاريخ وعوائد أغدامس، وهذا زي ما قلت مجرد نسخ لكتاب. لكن هو نفسه طبعا الخوجة كان مؤلف وعنده كتاب معروف ومحقق وطلع في مركز الجهاد اسمه تاريخ فزان، وعنده مؤلفات تانية هذا مش وقتها. به مصطفى خوجة بالرغم من نسبته لمصر فهو مولود في طرابلس وفيها قري، وتعلم على علماء ليبيين، وطبعا قربه من علي باشا، وكان يعني كبير كتابه، وهذا علاش يتسمى مرات بالكاتب حافة لما يقولوا كاتب، فنعرف انه يتكلم على مصطفى خوجة، وكان مستشاره كذلك، وهذا يسر احواله الماديه. وعلى فكره كان تاجر حتى هو راهو قبل ما تكون كاتب عند علي باشا، كان تاجر كبير في الذهب والفضه والعبيد، وهذا علاش يقولوا له الخوجة. الخوجة والخواجه توه تنقال على الاجانب، لكن في الواقع كانت تنقال على كبار التجار المسلمين حتى القرن السابع عشر، وهذا لما نتكلم عليه وكالة الجاموس حنتكلم عليه الخوجة هذا واللقب هذا وشني الألقاب اللي كانت سايدة وبعدين تغيرت على أي حال. ولهذا نلقوا اللقب هذا خوجة في كل تركينة، لا يعني أن هذا لقب الشخص وإنما صفة من صفاته. المهم سخر الخوجة كل إمكاناته المادية باش يدير مدرسة ومكتبة، ودار طبعا وقف لهذه الأشياء والحبوس إلى آخره، وهذه موجودة الوثائق كلها إلى اليوم يلقى في مركز الجهاد. المهم دار مكتبة في المدرسة متاعه، وخلاها حبس لطلبة العلم، وكان هذا في النص الثاني من القرن الثامن عشر، يعني بعد سنة 1750، وهو نفسه توفي سنة 1797 في عهد يوسف باشا القرماني المعروف. المهم المخطوطات متاعه وحبوسه نلقوها في مكتبة مركز الجهاد، وفهرسها ضمن مخطوطات المركز الأستاذ القدير إبراهيم سالم الشريف الرياني، ونلقوا في نهاية المخطوطات ما زالت تحمل اسمه كحبوس. باش ما ننساش كلمة حبوس هي الوقف، وهي مصطلح مغاربي ما نلقوش في الشرق على أي حال. به هذه كانت نواة مكتبة الأوقاف اللي نتكلموا عليها توه، واللي كان مقرها الأساسي في باب حر في مكانه اللي داره الخوجة نفسه، ولكن مع الوقت زي ما قلنا هجروها الناس وتعرضت للنهب والتخريب والإهمال، وبعدين نفس المقر ولا مكتبة الأوقاف واللي هملوها الناس حتى هي زي ما قلت مع نهاية العهد العثماني الثاني، وزاد خرابها مع السنوات الأولى من الاستعمار الإيطالي حتى سنة 1000، وصادروها حتى سنة 1937. هذاك وين داروا لها مقر بروحها. به من المكتبات اللي ضموها لمكتبة الأوقاف كان في مكتبة أحمد نائب مؤرخ طرابلس معروف، صاحب نفحة النسرين والريحان، وصاحب كتاب
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. إنسان طبعا مثقف وواسع النشاطات، من ضمنها كان رئيس بلدية طرابلس، وولده تكلمنا عليه في الصحافة هلبة في ليبيا، صاحب أحد الجرائد اللي هي الكشاف، وكان حالته المادية باهية، وهذا خلاه يهتم بتجميع الكتب والمخطوطات اللي تعنى بتاريخ إفريقيا الشمالية والأندلس اللي كان ينسب لها هو نفسه بالرغم من مرور قرون على ذلك. المهم كان ينسخ في المخطوطات هو، أو يجيب من النساخ الناس اللي يديروا له في النسخ، زي ما قلنا جدنا كان أحد النساخ. المهم أسرة الأنصاري نفسها ما عاش موجودة في ليبيا، آخرهم سافر لتركيا أيام الاحتلال الإيطالي، وممتلكاتهم تمت مصادرتها، واستعين المثقفين الليبيين باش يحصلوها ويضموها لمكتبة الأوقاف، وهذا اللي صار بعد ما ضاع جزء كبير منها. به من ضمن المكتبات اللي ضموها لمكتبة الأوقاف كذلك هي مكتبة أحمد باشا القرمالي، تكلمنا عليها قبل شوية، اللي كانت تتبع مدرسته اللي هي تأسست سنة 1737، والمدرسة والمكتبة ملحقة بالجامعة متاعه المعروف اليوم في المدينة القديمة، واللي كان زمان طبعا اسمه جامع مسجد الديوان على فكرة، ما كانش اسمه ديما القرمالي. هما انبنى أصلا على أنقاض المسجد اللي ينسب بناءه لعمر ابن العاص. المهم اللي يبي يتعرف أكثر على المدرسة يقرأ كتاب رحلة التيجاني القسم خاص بطرابلس. على فكرة الباين القرمالي يعني أنفسهم حاولوا يديروا الخير لأن يعرفوا الفضاء اللي داروهم بحبس الكتب لطلبة العلم. نلقوا نسخة جميلة من المصحف بخط مغربي بديع، وأظنه قيرواني مش حتى مغربي. المهم مكتوب فيها مصحف وقف أو حبس عويشة بنت يوسف القرمالي، ونعرف الأعمال الخيرية لزوجة يوسف القرماني للا عيشة الجبلية المعروفة، وأعمالها الخيرية اللي كانت تدير فيها في أربع عرصات وغيرها، وهذا مش موضوعنا. المهم من ضمن المكتبات اللي ضموها لمكتبة الأوقاف مكتبة مدرسة عثمان الساجزلي، اللي هي مبنية فوق مكتبة من عصر الموحدين اللي كان اسمها المستنصرية. ومكتبة عثمان الساجزلي تأسست حوالي سنة 1660، تو هذه هي الأقدم اللي وصلتنا طبعا بعد مكتبة المستنصرية حتى هي. والساجزلي والي عثماني في العهد العثماني الأول، وهذه المكتبة ما كانتش بحجم المكتبتين الأولتين، لكن كتبها لها أهمية كبيرة. شن قلنا لعند توه عليه مكتبة الأوقاف، قلنا كانت مبنية على أساس مكتبة مصفى الخوجة، وضموا لها مكتبة أحمد الأنصاري والأسرة متاعه، وضموا لها كذلك مكتبات متاع الجوامع زي متاع مدرسة أحمد باشا القرمالي ومكتبة عثمان الساجزلي. وهذا الافتتاح الأول زي ما قلنا كان سنة 1898 في باب بحر، وبعدين افتتاحها الثاني سنة 1939 في ميدان الشهداء، واللي باب بحر طبعا باب وانتقلت لباب بحر لعند 1968، وبعدين ضموها لمكتبة مركز دراسة الجهاد واستقرت غادية لعند اليوم سنة 1984. أول ما فتحت سنة 1898 جمعوا كل ما هو موجود في مساجد طرابلس والولاية، مش المساجد اللي ذكرتها بس، حتى المساجد الصغيرة. يوم الافتتاح اللي داره نامق باشا، معليش معلومة جانبية، نامق باشا من الولاة الخيرين على ليبيا في عهده، تم استجلاب مطبعة الفنون والصنايع، تصدى للفرنسيين وله فضل كبير على أهالينا في نالوت، حافظ لهم على أراضيهم من أن تبتلعهم طبعا تبتلعها فرنسا، ودار عليه الباروني أشعار يمدحها فيها، وكان إنسان منصف، وتكلمت عليه هلبة في حلقة لي بعنوان عودة على بدء في اليوتيوب. المهم عودة على المكتبة، والحضور في طرابلس اللي حضر لي هذا الافتتاح كان من طرابلس نفسها والقرى والمدن اللي حولها، يعني جو ناس وأعيان ومشايخ وطلبة، وحتى أسر طرابلسية جو من المنشية تاجورة سوق الجمعة، ونزلوا لها أعيان من الجبل وجو من الزاوية والمناطق المحيطة يوم الافتتاح، وعمت الفرحة، وصار فيه تبرع مادي وعيني زي الكتب والمخطوطات، حتى بلغ عدد ما تبرع به من مجلدات للمكتبة 1200 عنوان تقريبا.
والكتب كانت في جميع المواضيع، وإن كان أغلبها طبعا ذات طابع ديني وتاريخي، لكنها كان بينها كتب أدبية وعلمية. ونشرت جريدة الترقي على فكرة، يتكلمنا عليها المرة اللي فاتت في حلقة، يعني في حلقة التاريخ والصحافة، قائمة من المتبرعين اللي منهم كان الشيخ عبد الرحمن البوصيري اللي تبرع بعدد كبير من الكتب. وتعرفوا بجديات يعني مجموع ما أهدي من الكتب للمكتبة وما أوقف فيها جدا مهم ومبعث للفخر، ويحتاج حد يحطه ويسرده بس للكتب المتبرع بها، باش نعرفوا عدد النساخ الليبيين واهتماماتهم وكيف الكتاب يوصل إلى بلادنا عن طريق المخطوط. وهذا موضوع جدا شيق، يعني من باب التعريف بأهل الخير وخلق نوع من القدوة، وهذا شيء كان متداول طبعا في العالم الإسلامي أجمع من قبل. ففعل الخير ليس مقتصر على بناء المساجد، فبناء المكتبات الآن تقريبا أكثر أهمية بكثير، وعندنا أمثلة هلبة من التاريخ الليبي اللي سردناها قبل شوية، وفيه من الخيرين الليبيين الآن اللي يبنوا في المكتبات. بعد الافتتاح الثاني للمكتبة متاع الأوقاف سنة 1936، واللي من ضمن محتوياتها ما ضم إليها من مكتبة الدراسات الإسلامية الكبرى ومن النادي الأدبي اللي بنجيه بعد شوية، واللي تأسس سنة 1920 واللي تكلمنا عليه في حلقة السينما والصحافة. وطبعا إدارة الأوقاف شرت مخطوطات وكتب هلبة من عندها من ميزانية تخصصت لها حتى أيام الغزو الإيطالي، كانت ضعيفة في البداية لكن الميزانية الحقيقية والكبيرة كانت في الانتداب البريطاني وعهد المملكة. وللأمانة وللتاريخ، إسماعيل كمالي صاحب مؤلف سكان طرابلس الغرب من الخمسة ظني، اللي كان مترجم عن الإيطالية ودار ومحامي ودار جهد مش عادي باش يتخصص لها مبنى خاص بها في عمارة الأوقاف اللي تكلمنا عليها في ميدان الشهداء زي ما قلنا، وتوفي طبعا هو 3 سنوات قبل ما تنفتح الله يرحمه بعد عودة يعني. فإسماعيل كمالي هذا ليه فضل كبير لنا. نولوا عليه النادي الأدبي اللي ضمت مكتبته لمكتبة الأوقاف. نادي الأدبي بعد ما تسكر خدوه مكتبته وضموها لنادي الأوقاف، والنادي كان قريب من الفنون والصنايع، والمقر كان يتبع حزب الإصلاح الوطني اللي تكلمت عليه لما تكلمت عليه الشيخ أحمد الفصاطي في حلقة الصحافة. المهم، هذا الحزب والنادي الأدبي كان أول من أصدر مناهج بالعربية في ليبيا في العهد الإيطالي، ومهم نتكلم على المناهج التعليمية في ليبيا وش نصابها من الانتكاسة والأيديولوجية وعهد القدافي وإلى آخره، والمناهج الأولى اللي دراها الأباء المؤسسين اللي دروها بقلوبهم واهتموا بليبيا على أي حال، اللي كان يقروا فيهم في مدرسة العرفان ومدرسة حزب الإصلاح الوطني. المهم، النادي كان فيه الرئيس متاعه اللي هو أحمد الفقيه حسن أهو جناله، وكان يصدر عنه دورية يشرف عليها جمال الدين الميلادي اللي أنا شخصيا زمان أخذت دورة في لعب البيانو فيه على اتحاد. النادي هذا للأسف سكروه مرة واحدة، وكان بعنف شديد جدا ما تتصوروش، سنتين بعد الافتتاح من قبل الحزب الفاشيستي الإيطالي. المكتبة عودت فتحت تاني بعد 21 سنة، أي في وقت الانتداب البريطاني سنة 1943، وباش ولا يعني باش توري بريطانيا نواياها الحسنة، سمحت بتأسيس الحزب مرة تانية وفتح المكتبة اللي جمع تبرعات لها أحمد الفقيه حسن، شكون تاني، بشير بن حمزة، محمد الباهي، أحمد العالم، الطاهر الشريف، أحمد الحصيري متاع الإذاعة اللي تكلمنا عليه في أكثر من واحدة في القيافة واللباس، المذيع المعروف طبعا وقته محمد توفيق وغيرهم. وللأمانة المكتبة كبرت بما قدمته لهم، يعني مكتب العلاقات العامة البريطانية من عناوين وكتب، وهو حوالي 500 عنوان في البداية. طبعا النادي نفسه جاب تبرعاته وقدم مجموعة لباس بها للنادي، وكان من ضمنها مجموعة مهمة من المخطوطات، وهذه كلها باش نقول لكم أن كل هذا ولا ملك للأوقاف بكتبه ومخطوطاته والصحف النادرة وقتها من العهد العثماني الثاني. طبعا للأسف الشديد خنب منها اللي نخنب وضاع منها اللي ضاع، وقعدنا منها اللي نعرفوه اليوم للأسف فقط، وهو قليل القليل مني اللي كان فيها، ما نبيش نحبطكم. وتكلمت من ضمن المكتبات اللي تم ضمها لمكتبة الأوقاف مكتبة المدرسة الإسلامية العليا، هيك كان اسمها رهوة، المدرسة الإسلامية العليا، وتعرفوا علاش بعد بنقول لكم، اللي تأسست سنة 1935 وكان مقرها في الظهرة في مقر تنوية علي الوريت
توه. للأسف استمرت 6 سنوات فقط وتسكرت في الحرب العالمية الثانية. ولحسن حظنا أن مكتبتها ضموها لمكتبة الأوقاف كلها وقتها. مرة تانية، الوجوه النشطة والناس اللي شرفت عليه هذه المدرسة الإسلامية العليا كان مديرها الأول محمود المنصر، ومباشرة قعد سنة تقريبا والشيخ شدها الشيخ أحمد الفسطاطوي، وكان أول مدير يتولى إدارة المدرسة. طبعا كان يعني تخيلوا معي قديش كان فيه من تسامح زمان. أحمد الفسطاطوي إباضي كان مدير المدرسة الإسلامية العليا قبل ما يجي طبعا عصر الغلو والتنطع ومحاربة بعضنا والوهابية وغيره. وتو زي ما عرفت قبل بالفسطاطوي هو أزهري إباضي، صديق للباروني وصاحب جريدة ونادي المرصاد في مدرسة سزلي في باب حر زمان، وعضو حزب الإصلاح وصحفي ومجاهد وغيره. المهم نال إدارة هذه المدرسة الإسلامية العليا بجدارة وبعلمه وباطلاعه وبجهاده. المكتبة تعاقب على أمانتها وإدارتها أسماء لامعة من أمثال أحمد الفقيه حسن مكتبة الأوقاف، وأحمد قنابة، إسماعيل كمالي، وأظن محمد فشيكة، الله يرحمهم أجمعين. ويوم تحولت لمركز الجهاد كان القائم عليها الأستاذ الفاضل محمد الشفاري الله يرحمه، واللي قعد ملازم للمكتبة مكتبة مركز الجهاد حتى وفاته رحمه الله. يعني لما أخذوا المكتبة ونقلوها لمركز الجهاد كان هو مشي معها لمركز الجهاد. أظني هو توفي الله يرحمه سنة 1997، يعني مش بعيد هالبعد. وللعلم من باب توسيع المعلومة، داخل مبنى المدرسة الإسلامية العليا جامع درار، فطرابلس رأوا فيه أشياء هلبة أسماءها أمازيغية، زي مثلا طريق الشط كان يسمى شارع زقرار، باب هوارة، باب كذا، في من ضمنها جامع درار هذا، ويطلق عليه أيضا جامع خليل باشا على خاطر هذا جامع يعني والي طرابلس خليل باشا سنة 1709 زاد له. المهم هو اللي رممه داره. بعدين زادوا له المئذنة كجزء من المدرسة الإسلامية العليا اللي من أجمل العمائر الإسلامية في العهد الفاشيستي، اللي ضمت مبنى الجامع في المعهد. وللعلم تحول المقر في الثمانينات إلى معهد مالك بن أنس، مع أن العهد الفاشيستي اختار الليبيين يكون اسمه يضم كل المسلمين الليبيين، ومن التسامح كان مديره إباضي زي ما قلت. بعد ما استقل الليبيين سموه باسم إمام بعينه، وهو الإمام مالك، وأقصي منه باقي المذاهب اللي سائدة في ليبيا بدل ما يشلبل كل الليبيين. المهم خلونا شمالنا نوخره للأسف الشديد، والضيق دائرة التسامح ويزيد الغلو والتطرف والتعصب، وربنا يستر وخلاص. وللأسف مشيت بنزوره في آخر رحلة علمية درتها لليبيا سنة 2018، نتذكر بالضبط في الظهرة من جزيرة الدوران، يعني جزيرة الدوران بتاع الظهرة ديك باتجاه فندق الودان على اليمين، مقابلة أوينها فيه موقف سيارات توه. المبنى من مدة طويلة تحت أعمال الصيانة وما خلاني حد نخش باش على الأقل ناخذ لي بعض الصور، لكن خليكم بعض الصور مع بعض الصور القديمة. وللأسف عمل الصيانة في ليبيا ما تبيش تنبكل به. وللمعلمية بكتبة الأوقاف ما تكلمتش عليها كونها المكتبة الوحيدة أو أول مكتبة فقط كونها تضم مكتبات هلبة، وإلا سبقتها مكتبات هلبة خاصة، وكانت في واحدة بس عامة كانت تجربة فريدة لكن ما طالتش عمرها هلبة، اللي هي أول مكتبة يتم تجميعها وتنظيمها. لم تكتب مكتبة الأوقاف حقيقة في طرابلس، بل كانت مكتبة أسسها إبراهيم سراج الدين صاحب المحكمة المشهورة واللي تكلمت عليه في أكثر من مناسبة. المهم المكتبة أسسها تقريبا تأسيسها كان سنة 1883 وكانت تسمى قراءة خانة، والواقع صحيح كانت مكتبة بالمفهوم الحديث لكن أكثر منها كانت مركز ثقافي، ولهذا طبعا يتغافلها بعض الناس عن كونها أول مكتبة عمومية في ليبيا. على فكرة كانت في شارع العزيزية قدام باب المنشية، شارع الاستقلال أو ما يسمى في العهد الإيطالي كورسو فيتوري إيمانوالي. يعني المهم كانت المكتبة هذه تنفتح في النهار لقراءة الجرائد وغيرها زي ما تكلمت عليها في حلقة الصحافة، وكانت تفتح في الليل للي يبي يقرأ الكتب، وهذا كان قبل ما تنفتح مكتبة الأوقاف أبوابها.
لعموم الناس، واللي حنجوع عليها زي ما قلت لكم يعني تكلمت عليها بإسهاب. واستفاد من المكتبة هذه محمد البوصيري، الغدامسي هذا صاحب جريدة الترقي، وأسماء هلبة لامعة في هذاك الوقت وكان لها شان حتى هي، وكان منهم محمد الباهي، إبراهيم بكير، مصطفى القلالي، علي الإزمرلي، وتبرع لها أحمد النائب الأنصاري، اللي بنجوه وأحمد الفصات وغيرها. بعدين في الهدرزة وحمزة ظافر المدني، وهذا كان رئيس البلدية. هذه الأسماء اللي تكلمت عليها كلها في المحاكمة الشهيرة متاع سراج الدين. المهم منهم حتى الشاعر مصطفى زكري اللي ذكرته قبل شويرة، صاحب القصائد المعروفة، وأول ديوان ينطبع لليبي خارج ليبيا، أو تاني ديوان ينطبع لشخص ليبي خارج ليبيا، أول ديوان وثاني كتاب باش ما نغلط. معليش وقفة سريعة بس، مكتبة عمومية وجمعية، وفي خلال سنوات بسيطة روادها أصبحوا من النخب الليبية. علاش؟ من دام يعني الأشياء هذه أثبتت مع الوقت أهمية الكتب والمكاتب العمومية ما نديرولهاش اهتمام. هذه مكتبة قعدت سنتين فتحت أبوابها للمعرفة للناس وخلقت نخبة، وهذا طبعا ينطبق على الصحافة والمجلات الهادفة، دورها كبير جدا في خلق النخب ونشر الوعي في بلادنا. المهم زي المصائب متاعنا عبر التاريخ، المكتبة هذه تم إغلاقها من قبل العثمانيين بعد فترة بسيطة، وتم تضييق الخناق على المثقفين ونفو أحمد النائب الأنصاري لإسطنبول، واستقر غادي إلى الأبد للأسف شديد. وللتاريخ وللأمان المكتبات العامة وبالمفهوم الحديث، وإن كانت تخص فئة معينة، كانت بدون منازع الأقدم هي مكتبات اليهود الليبيين. كان لهم مكتباتهم الخاصة، مكتبة ميمون ومكتبة الدادي ودار سويد ومكتبات الحاخامين يوسف وأنجلو أربيب، وهذه أغلب كتبها أتت عليها العوادي أو انتقلت مع هجرات اليهود الليبيين الأولى لإيطاليا. وحاليا عندهم مركز اليهود الليبيين في إيطاليا في مدينة ليفورنو، وعندهم موقع على الانترنت. للأسف توصلت معهم باش ناخذ معلومات أكثر على المكتبات هذه، بس للأسف مش متعاونين نهائي، بالرغم من تواصلي معهم في عدة مناسبات زي ما قلت لأخذ معلومات يعني بيبلوغرافية على المكتبات هذه ونضيفها للبحوث متاع اللي ندير فيها على مدينة طرابلس وتاريخ المكتبات. ما ننسوش أن احنا نتكلموا لعن توا على المكتبات العمومية المفهرسة والمنظمة والشاملة اللي تفتح أبوابها لعموم الناس، وكانت مكتبة الأوقاف ضمن هذا النوع من المكتبات، وإلى المكتبات الخاصة هلبة أو الملحقة بالمدارس حتى هي هلبة، واستمر بعضها لقرون لعند اليوم، والمكتبات اللي تملكها أسر كذلك هلبة. ما عليناش، المكتبة الثانية حسب علمي اللي تأسست في فترة الاحتلال الإيطالي هي مكتبة بيبليوتيكا ديل جوفيرنو، بيبليوتيكا ديل جوفيرنو أو المكتبة الحكومية، اللي تأسست في يناير 1917 في واحدة من الصالات متاع السرايا الحمراء. كان الهدف الأساسي متاعها تجميع كل ما يخص الحكومة الإيطالية من وثائق والدوريات والقوانين واللوائح، المهم أرشيف المقتنيات الحكومة وقبلها الحملة العسكرية حتى هي ضموها لها. اللي يهمنا من المكتبة هذه هو تنقلها لشارع الشط في مكتب القصر الحكومي هذاك، وكان فيها وقتها أكثر من 15,000 مرجع، وفيها اللي يقول كانوا 20. المهم هلبة مراجع إيطالية، وهذا سنة 1930 التنقل هذا كان، واللي كان في عهد الحماية البريطانية أول الانتداب بالأصح، نقلوها وراء مدرسة طرابلس الثانوية، وجمعوا لها كل مقتنيات المدارس في طرابلس وداروا لها ميزانية، ولت مكتبة طرابلس العامة، هذا كان اسمها مكتبة طرابلس العامة بامتياز. ففي سنة 1947 وصل عدد مقتنياتها 30,000 كتاب تقريبا في كل الفروع المعرفة، وهذه إحصائية كانت موجودة زمان لما يهتموا بالكتاب وبالكتب. على أي حال توه قاعد اسمها طرابلس المركزية لعن توه يعني كان اسمها، وكانت تتبع وزارة المعارف وبعدين وزارة التربية، وآخر حاجة بعد انقلاب سبتمبر ولت تتبع لوزارة الإعلام سنة 1970، وهنا تغير اسمها لمكتبة مصطفى قدري معروف، وهو أستاذ كان من المدرسين الأوائل في العهد الإسلامي، في المعهد الإسلامي عفوا العام اللي تكلمت عليه مبكري.
وتحت إدارة طبعا أحمد الفصاطي. المهم أنا شخصيا لحقت عليها زمان وكانت حالتها باهية وناس لطيفين جدا وإدارتها ترحب بالقراء وتقدر تستعير منها كتب. لما كنت أنا شخصيا لما كنت عايش في ليبيا تو ما نعرفش لا نعرف وش صار فيها. المهم كنت نركب في اللطيبوس لعند وسط المدينة ميدان الشهداء ونمشي للمكتبة ونستعير الكتب وبدون أي قيد وشرط. كان تقريبا الاشتراك 50 قرش وحاجة زي هيك ويردهم لك على فكرة في نهاية السنة كان ما فسدتش أي كتاب عليتها. وكان يشوفوا فيها طبعا صغير ويفرحوا بالله أيام زمان يعني. وانت مروح طبعا تاخذ لك باصتي بلاش فلوس من محلات والله تو طال اسمها محل البيع في الباصتي في ميدان الشهداء. المهم تراجع المحطة بكل أمان وتركب وترجع لي وين ما جيت بعشرة قروش كانت كلها الحكاية يعني. تمشي وتقضي أغراضك هذه كلها ببلاش فلوس وبكل أمان. المهم المكتبة نقلوا كل محتوياتها لمخزن في السرايا سنة 2013 لغرض الصيانة والكتب كدسوهم فوق بعضهم بشكل عشوائي، لكن تم إنقاذ ما تم إنقاذه منها مرة أخرى سنة 2017 من قبل أناس أفاضل من ضمنهم صديق العزيز الأستاذ رمضان الشيباني الشخصية الليبية المرموقة في مصلحة الآثار، وعاود رتبوها ونظموها في مقرها الأول اللي كانت تأسست فيه سنة 1917 داخل السرايا، ويكون هذا بعد 100 سنة من تأسيسها. وهذا الخبر الجيد، لكن لسوء حظنا مرة أخرى من 60,000 كتابة أو أكثر من الكتب اللي كانت فيها ما وصلش مصلحة الآثار منها سوى 5,000 حسب الشيباني نفسه. وين مشوا باقي الكتب والمراجع والدوريات بالذات والوثائق؟ أنا نعرف وين مشوا. أنا شخصيا كنت نمشي كل يوم جمعة الصبح لسوق العتق في سوق التلات سابقا ونشري في الكتب هذه اللي كان عليها واضح ختم مكتبة طرابلس ونشري فيها، وشريت اللي قدرت نشريه ومكدسهم عندي في الحوش باش يوم تستقر البلاد وتفتح المكتبة من جديد نعاود نرد الكتب هذه للمكتبة. وإن شاء الله يكون هالبناس داروا نفس هذا العمل. بالله ما فتحوش عليها المواجع لنا بجديات مكاتب ليبيا هلبة تحرقت بسبب الحروب، أشهرها طبعا مكتبة الجغدو الجابوب اللي بنجيبوها بعد بنجوها بعدين، وشن داروا فيها الطليان من عبت وحرق أكبر مكتبة وصلنا أخبارها اللي ضمت في رفوفها 12,000 كتاب وحولوا منها شن حولوا لسلوك باش ينقذوها، وبعدين عادت الحرب العالمية الثانية. المهم قصة طويلة هذه حنجوها بعدين. وحتى قبل هيك حالنا ما كانش أحسن، في القرن الخامس الهجري كان فيه مكتبة كبيرة جدا يتكلم عليها جدودنا في جبل نفوسة وتكلم عليها المؤلفين وكذا لباضية، هي مكتبة إيلم في مدينة شيروس أحرقها الأغالبة وساد يعني حرق جزء منها فرقة عبادية مخالفة اسمها النكار، وكانت تحتوي حسب ما نقلها المؤرخين كتب هلبة حتى باللغة الأمازيغية نفسها، وهذه بنجوها في حلقة أشهر المخطوطات الليبية. حصل لي شرف وضع إعادة ترتيب وترجمة بيبليوغرافيا زي اللي تشوفوا فيها في الشاشة توه، المخطوطات والكتب اللي داروها جدودنا في جبل نفوسة خصوصا مع دول الجوار تونس والجزائر ومصر، واللي متشرطة طبعا في كل مكتبات العالم. درت هذا العمل مع زميلتي ومديرة مطبوعات مؤسستنا الآنسة خديجة كرير. الكتاب طبعا فيه مجلدين واللي تلقوا فيه تقريبا كل مخطوط تفكروا فيها تألفت في جبل نفوسة عبر التاريخ. والله نملك كنوز مش عادية تحتاج اكتشاف دون تحيز وتعصب وبيروح من التسامح. لما نتكلم على أهم المخطوطات الليبية عندي مخطوط ترجع للقرن الثالث الهجري، هي الأقدم على الإطلاق لمؤرخ ليبي مش منسوخة، ليبي كتب مخطوط يحكي على أحداث هو عايشها أصله يعني أصلا هو كان جزء منها وعايشها أصله من قبيلة لواتا اللي كانت تسكن الشرق الليبي وفي الغارب كان من سكان مدينة جدابيا قبل ما تختفي قبيلة لواتا نهائيا، وخدم تاجر في سرت. المهم نوعدكم ندير عليهم حلقة خاصة. ليبيا ما عمرها كانت صحراء قاحلة، كانت ديمة ولادة، وهذا هو هدف هذا البرنامج، تسليط الضوء على تاريخنا الطويل والأحداث اللي مرت عليه.
والحرق والتدمير موضوع بروحه مستمر لعند اليوم على يد بعض المغول متاع العصر متاعنا اللي يدعوا مناصرة السنة اليوم. وفي الثورة الثقافية الجدفية طاع هلبا من تاريخنا، ومكتبة عمر النامي والشيخ علي يحيى معمر تعرضت حتى هي للتلف، عائلة البارون يحني أسرتنا كذلك، يعني فيه أسر هلبا ضاعت للأسف، وهذا احنا حاضرينه مش قول تقال. وعلى فكرة يعني تفكرت مكتبة مشهورة في الخمس، مكتبة إسماعيل كمالي اللي كانت عامرة بالكتب المخطوطات. يعني إسماعيل كمالي هذا في الخمس كانت عنده، وهذا تكلمنا عليه، المحامي اللي حاول أنه هو يرد مكتبة الأوقاف، وكان له جهد كبير قبل ما يتوفى 3 سنوات قبل ما تتأسس مكتبة الأوقاف للمرة الثانية سنة 1936. كانت مكتبته عامرة بالكتب المخطوطات، وهذا يعني كان تبرع سخي لها. لكن لما توفى مسكين مرته شيطت النار في كل كتبه ومخطوطاته، وهي مش الوحيدة، راه صار في أكثر من مرة في تاريخنا. في الجانب الثاني طبعا هذا الجانب السيء لما حدث لكتبنا ومكتباتنا، لكن في الجانب الجيد مثلا في حركة يديروا فيها أهالينا في غدامس المتعلمين النازكين، ياريتها تتعمد في ليبيا في هذاك الوقت، وكانت معمول بها حتى الستينات، تسمى تورت أو طورت أو طورش بالأمازيغية، وتعني المكتوب طبعا. المهم يحكي الأستاذ المرحوم بشير قاسم شو يوشع، وهو مفخرة لي بهذا الأستاذ، أن عادة طورت هي قفة تنحط زمان في المسجد داخل غدامس ليرمي الأوراق والحجج والوثائق اللي ما يبوهاش ناسها، والقفة كانت كبيرة، ومخافة أنها تحمل، طبعا كانوا يقنعوا في الناس مخافة أنها تحمل اسم الله وما يبوش تحترق. وهذه عادة كان آخر مسجد يستعملها مسجد جرسان في أغدام زي ما قلت في الستينات. وتاريخ المكتبات مرة تانية مش بادي من مكتبة الأوقاف، لكن حبيت بس نتكلم عن المكتبات بالمفهوم الحديث، وإلا راهو كان بنفتح المكتبات عبر التاريخ الليبي معاش تحز، نولوا للتاريخ التالي لعند ما نوصلوا لما قبل البلاد. هناك يعني حديث كبير عن مكتبات عامة في ليبيا في القرن الثالث قبل الميلاد، في ترجمة سيرة كليماخوس مثلا، وكونه كان قيم على مكتبة في مدينة شحات. لكن نحن لا نتوقف في التاريخ كثيرا زي ما قلت، لنتحدث عن المكتبات في ذاك الوقت، وحتى المكتبات الخاصة وصلنا معلومات عليه، مكتبات خاصة زي مكتبة ترجع لملكيتها لوكيوس أبوليوس اللي هو أمازيغي جزائري مستقر في مدينة صبراتا، كاتب كتاب دفاع صبراتا اللي ترجمه علي فهمي خشيم، اللي ذكر أنها مكتبة لوكيوس أبوليوس ذكر في الكتاب نتاعه أن مكتبته صادروها واتهموه بالسحر والشعر، وده يعني مصادرة الكتب وكتمان الصوت قديم بقدم الليبيين نفسهم. في سنة 1937 تم إقناع السلطات الإيطالية بتحويل كتب مكتبة الجغبوب لمكتبة الأوقاف في بنغازي. ولنقول لكم خلي نولي شوية في التاريخ شوية لأن الموضوع مهم. تأسيس الأوقاف في بنغازي كان سنة 1862، طبعا شفتوني وخرت شوية معاش في العهد الإيطالي في العهد العثماني الثاني تقريبا. الإدارة الأوقاف الإسلامية أو الحبوس اللي هي المدارس والمساجد والزوايا، للأسف لما يعني بدت الأوقاف هذه في العهد العثماني زي ما قلت ما كانش عندهم أي ميزانية تذكر، ولكن بدت بميزانية يعني تبرعات المحسنين من الليبيين، وبعض حتى العثمانيين أنفسهم تبرعوا لها، لكن ما كانش العثمانيين يخصوا لها في أي ميزانية. لكن المهم المكتبة هذه ما نعرفوش عليها معلومات هلبة إلا معلومات بسيطة حنجيها، لكن لم تكن لهم ميزانية قارة أبدا حتى جت سنة 1919 تنسقت الأمور الأوقاف ببنغازي تحت رئاسة الفقيه الشيخ محمد بن شتوان، وبعدها جه الحاج محمود الكاهية حتى سنة 1923. وهنا وين الأمور تعقدت شوية وقعدت ما تمشيش بالطريقة اللي نتملوها لها، يعني بدت بسيطرة الإيطاليين على الأوقاف على أساس ملك الحكومة زي ما داروا في أوقاف طرابلس، وشدها دون
استشارة المسلمين أهل الشأن، وصار صراع وسخط كبير، واستمر فيه مرافعات وقضاء ومطالبات لا تتوقف حتى سنة 1936، لما شاف أهالي برقة أخوانهم في طرابلس استرجعوا أوقافهم بفضل أهل الخير، وعلى رأسهم المحامي مرة كمال اللي قلت عليه، حتى هم أخذوا حقهم، وزي ما قالوا مضى حق وراءه مطالب. به نولي للأوقاف في المرحلة هذه، الشيخ محمد بن مسعود القاضي والدكتور علي العنيزي وعمر بيك المحيشي وخليل أفندي القلال أو القلالة وفرج الكوافي ومحمد المنقوش، وهنا يبدو في بني هم اللي شدوا الأوقاف بعد ما استرجعوها من الإيطاليين، هنا يبدو في بني عمارة الأوقاف في ميدان البلدية، وكان هذا سنة 1940. وقتها كانت الأعضاء والرئيس عمر بيك المحيشي والحاج السنوسي المرتضي وخليل القلال، وهادو ذكرناهم طبعا في الأول في إدارة الأوقاف، والرئيس علي بيك المحيشي الله رحمه توفى بعد 3 سنوات، فشد مكانه القلال. المهم تاريخ الأوقاف مش موضوعنا، اللي همنا هنا هو موضوع المكتبة. مش قلنا المكتبة متاعت الأوقاف فعلا يعني انبنت في سنة 1937 تقريبا أو سنة أو اثنين بعدها، وهذا كان الشيخ مسعود القاضي هو مدير الأوقاف، وعلى فكرة هذا حول لطرابلس بعدها بشكل نهائي، وتغيرت الإدارة زي ما قلنا. المهم الشيخ القاضي اجتهد وأنقذ ما أمكن إنقاذه من المخطوطات وتحويلها لمكتبة الأوقاف في بنغازي. للأسف لما جاءت الموافقة من الإدارة العسكرية الإيطالية ما عقبش من مكتبة الجغبوب سوى 3500 مخطوط من مجموع 12000 مخطوط وصلتنا أخبارهم لما كانت طبعا في الجغبوب، وكانت حطتها سلطات الاحتلال في مخازن في وقت احتلال الجغبوب زي ما قلنا، وفعلا أعطوهم اللي عقب فيه بعد ما خنبوا وحرقوا منها اللي حرقوا. المهم بعد ما ضموا منها ما ضموا من كتب تجمع في مكتبة الأوقاف حوالي 3500 زي ما قلنا. للأسف ما استقرتش مكتبة الأوقاف اللي لابد يعني لابد مساهمات العلماء بنغازي، وعينها كانت كبيرة في المؤلفات المخطوطة، ونسمعوا في أسماء اللي نلقوا فيها في فهرس المخطوطات في جامعة قاريونس، نسمعوا في أسماء زي المغبوب وبن شتوان والجهاني وبختالة وبادي وغيرها. ولازم نلقوا بنغازي ما كانتش، يعني لازم نقول أني إن بنغازي راهو ما كانتش خلاء زي ما يتخيل البعض، بل كانت ديما عامرة بالمساجد والزوايا والتكايا زي ما بنشوفه، واللي هي مصدر أغلب المخطوطات الموجودة في جامعة قاريونس اليوم. وزي ما قلت كان في بنغازي 28 مسجد، واللي في بعضها مدارس تقليدية زي جامع الشويخات، جامع بن يونس، جامع بالا، يتسمى هكي لأن الشارع اللي فيه اسمه شارع بالا، وإلا أصلها اسمها الحقيقة هو جامع الشريف اللي بناه حاج من المغرب، وهذا أمر غريب لأن هلبة حجاج بنوا مساجد حتى في طرابلس. المهم حجاج مغاربة، والمغاربة المقصود بهم راهو تونسي جزائري أو مغربي، مش المغرب اليوم الدولة اللي نعرفها. المهم ومسجد بغولة وهدية والبركة وبروين لبناء عائلة بروين والمكحل وسيدي حسين وجامع السلاك وجامع رخيص وزاوية المهم زوايا هلبة بجانب الزاوية السنسية زي زاوية المدني سيدي عبيد بوشحمة القنطري الرفاعية والعروسية وسيدي عثمان، وطبعا زي ما قلنا الزاوية السنوسية اللي تأسست 1870. وحندير حلقة عن المذاهب اللي سادت في ليبيا عبر التاريخ، وحنتكلم بإسهاب عن الطرق الصوفية وتاريخها في ليبيا. المهم المساجد كلها تقريبا كانت تحت إدارة الأوقاف، وباش ما ننساش أقدم مسجد في بنغازي هو مسجد العتيق اللي بناه في 1700 تقريبا وشوية الشيخ عبد السميع القاضي من أسرة عريقة، وعلى ذكر اللي ذكرناه مبكري كمدير الأوقاف أحد أحفاده. وأسرة القاضي كبيرة في بنغازي، وطرابلس كذلك عندهم حضور كبير، وعلى فكرة ألقاب زي مثلا اللي نلقوا فيها ديما في الألقاب الليبيين زي مثلا الزوي العدولي القاضي وغيرها، ألقاب وظائف راهي مش ألقابهم الحقيقية، وزي ما عندنا في الغرب وعند الأمازيغ مثلا عيلة العزابي هذا لقب تشريفي ولقب مكانة اجتماعية دينية وغيرها، وعند الأتراك الكاهية والكيخية والباشا واليازري. المهم
تماما، وأصحابها عندهم ألقاب أخرى ينسبوا لها مع وينسوها طبعا مع الزمن. هذا كله باش نقول المساجد هذه كان فيها حبوس وأوقاف ومخطوطات انتقلت إلى منها إلى إدارة الأوقاف. ولما ندير حلقة عن الهوية المعمارية في ليبيا حنتكلموا عن المساجد هذه بإسهاب ومساجد طرابلس. خلينا نولي المهم للمكتبة بتاعت الأوقاف. مع الحرب العالمية الثانية حاولوا إنقاذها من الحرب والمشاكل، مشو شنداروا نقلوا كل شيء، يبوا ينقدوا هذه المخطوطات، نقلوا كل شيء لسلوق على أساس أنها هي مدينة بعيدة عن الحرب، لكن ما قدروش ينقلوا كل شيء من مكتبة الأوقاف، فلين سلوق نقلوه لسلوق لغرض الحفاظ عليه كله انحرق وانتلف للأسف، وقعد اللي ما قدروش يرفعوه، يعني اللي ما قدروش يرفعوه من مكتبة الأوقاف في بنغازي هو قدر الله ما شاء فعل، هو اللي عقب، واللي رفعوه على أساس بينقدوه في سلوق هو اللي انحرق. فللأسف شديد قعد حوالي 900 مخطوط تم نقلها كلها وضمها لجامعة بنغازي سنة 72 اللي هي جامعة قريونس، وجامعة بنغازي بتولي أكبر مخزن المخطوطات حتى من أقاصي ليبيا، وحنجو عليها عند الحديث عن مكتبة الجامعات الليبية. بس معلومة جانبية، الشيخ عمرو النامي صاحب قصيدة أمه لا تجزعي أمه، ابن مدينة نالوت، لما كان غادي أنقذ مخطوطات نفوسية هلبة وصورها في الجامعة على الميكروفيلم وقتها، وكتب مذكرة في الموضوع ما زالت موجودة الآن مرقونة بالآلة الكاتبة. طبعا مش بكري تكلمت عليه مكتبة مصطفى قدري معروف، طبعا هنا أنا كملت كلامي رهو عليه مكتبة الأوقاف. المهم من بكري تكلمت عليه مكتبة مصطفى قدري معروف اللي في الأصل كانت مكتبة مركزية إيطالية في بنغازي. كذلك داروا نفس الشيء الإيطاليين، وتحت شعار نشر المعرفة بين السكان داروا مكتبة مركزية سنة 1917 بالضبط نفس التاريخ اللي اندرت فيه المكتبة العامة في طرابلس، وكان في افتتاح عدد متواضع مقارنة طبعا بطرابلس 2000 كتاب بس، وبعض الدوريات من الصحف والمجلات، وكان فيه في المدارس الابتدائية اللي استفاد منها اليهود الليبيين اللي كان عدد مش كبير هلبة في بنغازي، واللي كان اللي كانوا ملتقين بالمدارس الإيطالية منهم عدد ضئيل جدا من أبناء المسلمين مقارنة طبعا بالإيطاليين واليهود واليونانيين، ولو كان عددهم طبعا زي ما قلت اليهود قليل مقارنة بطرابلس، لكن يهود بنغازي كان عندهم حتى هم مكتبات الخاصة بهم بالطائفة زي مكتبة أربيب مرة أخرى وحنون وغيرها. الوقت مش حيكفينا نتكلموا على كل المكتبات الخاصة وأملاك الأسر اللي كانت تملك مكتبات وأسهمت في الحياة العلمية في ليبيا وزادت حافظت عليه المخطوطات بكل أنواعها وتنوعاتها زي ما تكلمنا عليه المخطوطات هني. وربما نرجع للتاريخ التالي هلبة ونتكلم على المكتبات اللي انجت من عوادي الزمن، زي أكبر مكتبة في جربة اليوم هي ملك مكتبة عائلة الباروني اللي نقلها صاحبها في القرن التاسع عشر يعني 1800 وشوية، وتحتوي كنوز من المخطوطات، وأنا نفسي طلعت عليها وعلى فهرسها كله في الحلقة الجاية. حنعرفوا علاش نسمي فيها كنوز، وحنخصصوا حلقة عن أهم المخطوطات الليبية. باش ما ننساش في سنة 1917 كان فيه مكتبة تانية في شحات داروها الإيطاليين اللي هي مكتبة الآثار على غرار المكتبة اللي كانت غادي في عهد اليوناني، والمكتبة هذه مختصة بالصور والمراجع والأشياء المتعلقة بالنحوت. في الحلقة هذه حنكتفي بالكلام هذا ونجي نتكلم معكم في الحلقة الجاية حلقة تانية تتكلم عن المخطوطات والكتب، وتكون تابعة لحلقة هذه متاع المكتبة. تحياتي وإلى اللقاء. السلام عليكم.